حتشوفوا في هذه الحلقة ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا في مقابلة حصرية لفاشن تايم. من شوارع دبي الذوق الخاص هو الأهم، مزيج بين الجرأة والأنوثة في عبايات المصممة الإماراتية سارة المدني. تعرفي معانا على الموضة الدارجة لهذا الموسم اللي اخترت لكم هي هذا الأسبوع. مصمم الديكور ضرورة أم رفاهية؟ كل هذه المواضيع وأكثر في فاشن تايم. هلا والله بمشاهدينا في كل مكان، معاكم سارة مراد في حلقة جديدة من برنامج الموضة والجمال الأسبوعي فاشن تايم. في البداية أبغى أذكركم أنه تقدروا تتواصلوا معنا على الفيسبوك والتويتر الباينة قدامكم، ودحين خلينا نتابع آخر أخبار عالم الجمال والموضة العالمية والعربية. هدية عيد الأم هي عبارة عن شكر ما له نهاية، شكر للست اللي ضحت الكثير عشاننا واللي أعطت حب من غير شروط. عشان كذا لازم الهدية تكون على قد ما تحسي من المحبة والامتنان لوالدتك. شوفي معنا اختيارات إيش ممكن في قطعة تشعرها بالرضا والسعادة. هل تحب أمك المجوهرات المرصعة بالألماس؟ اختاري لها المجوهرات من أجمل موديلات العقود والحلقان أو الخواتم والأساور الناعمة والملفتة المصنوعة من الذهب والألماس الناعم. اختاري لوالدتك أحلى موديلات الأزياء وقدمي لها في عيد الأم عشان تحافظ دائماً على أناقتها وأسلوبها المميز في كل المناسبات. اختاري لها مجموعة من الشنط المميزة والأنيقة. الهدية الثالثة من هدايا عيد الأم ساعة يد مميزة، حاولي تختاري لها اللون والموديل حسب اللي تحبه أمك. في عيد الأم فكرة حلوة أنك تصنع لوالدتك ذاكرة عائلية عن طريق أنك تجمعي صور لجميع أفراد العيلة وتحطيها في ألبوم خاص مع كتابة تعليق بسيط ومضحك جنبها. آخر هدية من هدايا عيد الأم ممكن تكون أي غرض منزلي تحتاج الأم وتبغى تشتريه من زمان، مثلاً جهاز في المطبخ أو ديكور مميز للمنزل. زارتنا النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا في دبي، جات عشان تفتتح فرع جديد للماركة الشهيرة جس. بريانكا كانت جدا سعيدة لزيارتها، فخلينا نتعرف على جولتها لدبي في هذا التقرير. School uniform, and suddenly I was Miss World. It scared me. It scared me so much, but it is what made me who I am today. It was the biggest step towards show business. I didn't even know I wanted to act. I didn't know I could sing. I didn't know any of these things about me, and I found out. Is an extremely iconic American brand. It has the most beautiful women in the world who've been a part of it, and to be a part of that legacy is something that makes me very proud. I could show you love in a tidal wave of mystery. You'll still be standing next to me. You could be my love, even if we're 6 feet underground. I know that we'll be safe and sound. I like, you know, picking up clothes which look really on me. So I won't say that I follow one designer blindly, but I follow, you know, outfits that shape me well, that make me feel comfortable, that fit my mood. And so much, and I'm so happy to be here.
celebrating Priyanka who has been now our guest girl, and we love her. I love Dubai. It's one of my favorite cities in the whole world. We come here to, you know, launch our movies. You know, we do our premieres here. We come for the festival. We come to shop. We come for holidays. Because Dubai is such a metropolitan city, it has people from all over the world, and at the same time, Hindi movies are given so much love and affection here. But I love Dubai. لانغستون هيوز مصور من مدينة ديترويت في أمريكا يسافر ويلف بلاد العالم يدور على صحبات المدونات المحتشمات عشان يصورهم في رحلة توثيق ظاهرة ارتداء الملابس المحتشمة. هو موضوع كتابه واللي اسمه Modest Street Fashion. كثير من البنات اللي يهتموا بالأناقة والموضة شاركوا المصور هيوز في جلساته التصويرية في دبي. خلينا نشوف. Looking at this culturally faith-driven trend, also known as modest street fashion, and we're just looking at some of these fashion bloggers that make up this trend, and some of them have 500,000 to a million followers, and it's creating this phenomenon that's erupting all around the world, and they're adorning themselves in a modest way, however adopting maybe a lot more street style without, I would say, compromising what they believe is modesty. My photographs is not just limited to those who are wearing the headscarf. I also photograph those who don't wear the headscarf as well. But it's a really interesting trend. They're inspiring these people all over the world. Where I reside in America, some of the women are also taking up the hijab, and they're not even Muslim, but they've been inspired by these fashion bloggers, and they're looking at their tutorials on YouTube. They're following them on Instagram and all these other methods in social networking and media. So it's a really interesting trend. It's like globally, he's traveled around the world to complete a book and with pictures of like modern street fashion. So I think it's quite interesting for like hijabis to see how other like hijabis wear in other countries. البروجكت متاعه كتير معروفة صارت بين البلوجرز العربيات والمسلمات. It's a movement, يعني بلش movement. هلأ الأواعي المحتشمة أو الملابس المحجبة مش كتير إلها صورة حلوة بالعالم, فهو البروجكت تبعه بيوري إنه المسلمين والمسلمات حتى اللي مش مسلمين بس بيحتفظوا على بيلبسوا أواعي طويل أو مارست, يعني نحن بنسميه مارست ستريت فاشن, يعني بتوري إنه هذه it's a new fashion trend. Unfortunately, there has been a misunderstanding that to wear hijab means that you can't be beautiful, but there is beauty in modesty. متابعين حلقتنا بفقرات كثيرة بعد الفاصل. أنا مشوهة العباية أوردي في نظر وايد ناس, هذول هم الناس اللي ما يتقبلون تغيير. هلا بيكم مرة تانية في فاشن تايم. اليوم حنتعرف على المصممة سارة المدني وماركتها روج كوتور اللي كل أحد مختص في الموضة في دبي يعرف عنها. قابلت المصممة الإماراتية الشابة اللي تميزت تصاميمها بالجرأة والأنوثة. اتعرفوا معايا على سارة.
مرحبا، اليوم حنتعرف على المصممة الإماراتية سارة المدني، حنتعرف عليها أكثر وعلى تصاميمها وإيش آخر الديزاينز اللي عملتها. أهلين سارة. الحمد لله سارة، مشكورة على هذا اللقاء. أول شيء حكيني سارة، أنت في إيش تختصي بالضبط وإيش اللي يميز تصاميمك؟ أنا اختصاصي هو العبايات. كل فترة وفترة أسوي مثلا فستان هوت كوتور أو شيء، بس يكون هذا كل 6 شهور. أما كاختصاص يعني فوكس هو العبايات، عشان شي يسموني مهندسة العبايات. أي أوكي، من فين جابوا الاسم هذا مهندس العبايات؟ لاني كذا مره دخلوا عندي ناس في الوركشوب لما كنت اقدم على جوائز وهالاشياء، فشافوا ان في وايد هندسه في طريقه التصميم وطريقه الخياطه، يعني في ارقام وفي هالاشياء. فمن هذاك اليوم قالوا خلاص انت العبايه انجينير. طب قولي لي مثلا ايش الاجمل اللي تستخدميها، ايش اللي السبيشال اللي انت تحطيه في العبايات؟ انا معروفه يعني مثلا اللي يشوف عبايتي في اي مكان يعرف هي عبايه ساره. ليش؟ لان احط شخصيتي فيها. انا شخصيتي وايد جريئه، عنيده، جريئه، يعني very outgoing، فتشوفينها كله موجود في التصميم. شو الشيء اللي استخدمه دائما في عباياتي؟ هو الجلد والمتل، المتل والليذر، لان انا في نظري عشان المراه تلبس الجلد لازم تكون جريئه وايد. طب انت ايش فكرتك عن العبايه؟ يعني طبعا احنا بنلبسها لكل الكلتشر والبلد اللي احنا عايشين فيها نلبس العبايه، بس انه مثلا انا ملاحظه ان العبايات صارت بتتغير احيانا، بتصير فيها تصاميم يعني كبيره وجريئه واشياء طالعه ونازله. فايش مثلا زي ما تقولي الحد في العبايه لازم يكون؟ هو شوفي، اول شيء نظرتي انا للعبايه انها هي العبايه هو في النهايه لباس تقليدي، صح؟ لكن التغيير شيء لابد منه ولازم يصير. يعني سوي اللي تبغين في العبايه، لكن لازم ما تغيرين الرساله اللي في العبايه واللي هي الاحتشام. لان يعني العبايه هي تمثل شيء، فيها رساله، فيها يعني there is a message داخل العبايه، صح؟ فلازم الواحد ابدا مهما كان، مهما يعني استخدم his imagination انه يحط في العبايه اشياء ويطور منها، لازم ما يتعدى الخط هذا. لانه خلاص راحت، يعني اخترب، ما اسوي فساتين. أيوه. يعني ما تكون عبايه. أيوه. مزبوط. طيب ايش في امثله مثلا لما تشوفين تضايقك انه هذا يعني هذا ما هو شكل عبايه؟ صراحه كذا في وايد اشياء تضايقني. انا طبعا الحين في نظر وايد ناس انا مشوهه العبايه اوريدي. في نظر وايد ناس. أيه. هذول هم الناس اللي ما يتقبلون التغيير. اما للناس اللي فاهمه التغيير بشكل يعني كامل، بتفهم انه دائما العبايه يعني مستوره. أيه. يعني الحرمه مو مبينه شيء من جسمها، هي مستوره يعني اسود كل شيء. ما في يعني شيء اذا الشيء يعني تغير شكلها العادي. طبعا العبايه صار فيها ايفولوشن، يعني 360 degrees change كامل صار لها. أيوه. من يوم مزبوط. انا ايام قبل. ايوه اكيد. لكن مرات يعني اشوف مصممين اوفر، يعني اذا خيالك واسع لهالدرجه او خيالك واسع اشتغل بفستان، يعني ليش داخل مجال العبايات؟ لازم ما يعني نشوه شكل العبايه. حكينا عن اخر كولكشن عملتي، ايش كان مميزاته ولا ايش كان مثلا التفاصيل الوانه؟ الكولكشن الاخير كان هو الوينتر. اوكي، الوينتر كولكشن اسمه الكولكشن كان اسمه فايتر، هو الشتوي، المقاتل يعني. المقاتل. اوكي. كنت قاعده اشوف فيلم جلاديتر. انا وايد احب فيلم جلاديتر. كنت اشوف فيلم، فوانا قاعده اشوف الفيلم اطلع لبس المقاتلين على طول. قلت بسوي كولكشن كل الهمك، يعني الهام من الفيلم طبعا. حلو. وبالمقاتلين، لبس المقاتلين، واحطها كله في كولكشن واسميه فايتر. شو سويت؟ اول قطعه سويتها حطيتها قدام الناس، قلت لهم شو تشوفون؟ قالوا جلاديتر. قلت يس، يعني ان خلاص الكولكشن ضبط، يعني خلاص. فسويت الكولكشن كله يعني كان العباءه على شكل جلاديتر كوستيوم، الكلوذز مالهم يعني ولا ايام الرومانيين اول. العرض هال بسويه الحين بيكون شويه من الشتوي وشويه من الكولكشن الصيفي الجديد. مثل ما قلت الشتوي كان هو الفايتر كولكشن اللي هو جلد والوان شويه البني والاشوان الدارك كولرز. الصيفي الحين دارج البرنتس وايد، اللي هو الطبعات اللي على القماش، الرسم على القماش، هالاشياء كلها. فالحين وايد دارج، قاعده احاول ادخله لاني كنت في زياره لباريس قبل فتره. فرحت المتحف في اللوفر
ففي شوية بينتينجز شيء يعني الهمتك هي على العباية بيكون شكلهم وايد حلو. أيه. انا شوية الهم من الرسومات اللي كانت موجودة. فبعد هذا بيكون موجود في الكوليكشن الصيفي هذا. طيب حكينا عن عروض الأزياء، إيش آخر عرض سويتي وفين عملتي برا مثلا سافرتي؟ أكثر عروضي طبعا هي ريجنال يعني في الإمارات أو في بلاد عربية. أما آخر مرة سويت عرض أزياء برا على البلاد كان فرنسا. حلو، وإيش كان كيف كانت تقبل الجمهور الفرنسي للعرض لما شاف العبايات؟ طبعا شوفي في هناك الأجانب اللي ما يعرفون شيء عن العباية كانوا، وفي هناك المسلمين اللي عارفين عن العباية. أيه. طبعا الصدمة كانت للتو بيبل يعني للاثنين كانت. أيه. صدمة لأن اللي ما يعرفون اللي يعني وايد عن العباية وشي ماخذين فكرة عنها إن إيش لأن يشوفون المسلمين. أيه. إنه أسود في أسود يعني. فلما شافوا هناك أوه يعني what's this. أيه. أما الثانيين كان شيء غير عن المعتاد لأنهم بس يلبسون الأسود. وايد استغربوا كيف أقدر أعطيهم 25 قطعة بس أسود وإني أتفنن بالأسود. أيه. يعني قالوا أنا كيف قدرتي، وقلت لهم هذا ولا شيء يعني أنا شهرياً لازم أسوي هالشيء. أيه. بالأسود لازم أتفنن وبدون. أيه. أنا من النوع اللي ما أحب أستخدم قماش ملون وايد. أنا أحب إن لأني أهندس في العباية أحب بالأسود أخترع أشياء. كل شيء يكون هاند ميد، ما احب ادخل اكسسوارز والماتيريالز. ما استخدم وايد اكسسوارز ولا ماتيريال. انا من النوع اللي احب الاسود اخترع لك اشياء يعني اراويك كيف يعني الارت اوف التصميم كيف يكون في العبايه بس بالاسود. فهالشيء بالعكس يعني هالشيء كان وايد يعني اتس انترستينج حقهم وانصدموا. أيه. وايد فيه. صح. وفي هناك بعضهم تغير منظورهم للعرب والعبايه. ساره بما انه بنتكلم عن الموضه، قولينا ايش اخر الموضة في العبايات؟ يعني ايش الترندز، ايش الماتيريال اللي طالعه او اكسسوارات او الالوان؟ العبايات ما لها سوق للترندز وهالاشياء كلها. ليش؟ لان العبايه تلبس يوميا. ايه. فاذا انت تبين تقولين ترندز ما ترندز، نتكلم عن شيء يلبس كل فتره. فشو اللي دارج في موضة العبايات؟ تبين صراحه انا ما اعرف. عندي في المحل 47 قصه اخترعتها انا بروحي، ما يخصني. أيه. في الفراشه وهكذا ما يخصني. حتى في وايد زبايني يقولوا لي مثلا ساره سوي لنا قصه الفراشه الحين دارج، اقول لها انت جايه عند ساره لان ساره ما تسوي لي دارج في سوق العبايات. فانا ابدا ما اتقيد بهالشيء، احاول اطلع منه اكثر ما اقدر. كيف تطلع بالتصاميم الجريئة؟ هل هي من الزباين ولا مثلاً عندك ديزاينرز أنت الهموكي ولا كيف لا تطلع؟ كديزاينر معروف ألكسندر ماكوين أكبر الهام لي أنا. هو أصلاً جريء يعني تصاميمه جريئة. ما يهم رأي الناس. أي. إن هالشيء اللي أحبه إن مهما كان هالشغلي عاجبهم ما عاجبهم، فهمت علي؟ فأنا وايد أحب شغل ألكسندر ماكوين، الديتيلز في شغل ألكسندر ماكوين. الالهام كل مكان، مثل ما قلت كذا طالع فيلم هاي المره الجاديه ثيرياني الفايتر. أيه. مرات حتى والله اكون مسافره من مطاعم الديكور اللي في المطعم اخذ فكره. ديكور بيت يكون مسلسل طياره سفر، الانسان اللي يبغى الالهام يلاقيه في كل مكان. تعرفين فهالاشياء كلها على بعضها والترندز اللي دارج عالميا، طبعا لازم المصمم يكون اب تو ديت اكيد يطالع على الاشياء النازله. أيه. الجديده كل موجود، كل هذا مع بعض هالميكستشر هذا يعطيني الافكار اللي تطلع جديده. تحس عبايتك للمراه الخليجيه ولا للعرب عموما؟ اكثر زبايني خليجيين، لكن أيوه. عندي مثلا 10 و20% من زبايني مو بعرب اصلا، اجانب. ليش؟ مثلا تجيني تقول لي الزبونه اجنبيه تكون تقول لي احب القصه بس سوي لي اياها بالاحمر بالاخضر. أيوه. يعني وايد نسويها وتغيري من التصميم عشانها؟ اغير طبعا اي كيتر تو هير اللي تبغيه يسوي لها اياه. لكن اغير التصميم جذري لا مستحيل، لان ها شغلي ابدا ما بغيره. لما اصمم شيء اكون حاطه في بالي هذه مسوتها انا حق بنات بين 25 ايوه لك حقول لك انا تصميمك شن جريئه يعني صح. بعدين قولي ال 20 لين ال 28 ماكسيمم. أيه. الاقي الاقبال عليها من ال 40 طالع ما شاء الله. ليش؟ لأن المرأة كل ما كبرت في العمر تبغى تتشبب شوية، فطبعا بالشكل بالعباية بهكذا ما فيها شيء، مو بعيب إن المرأة تحس ب
بنوتتها او تصغر نفسها. صح. ابدا مو بعيب. اما الجيل الصغير الاقيه ما في جاذبيه وايد للماركه لانه ما يفهمون الاشياء هاي، ما يفهمون التفاصيل. اي ما يحبوا التفاصيل، يحبوا اكثر شيء الساده ولا الساده والاي شيء هي اللي هم يقدر، فما يفهمون في الاشياء اكثر. فالاخبار يكون اكثر من اللي فاهمين في هالشيء. الله يوفقك سارة، كثير متحمسين نشوف الكولكشن الجديد. شكرا حبيبي، والف شكر انك استقبلتينا اليوم. شكرا على استضافتي البرنامج. مشكورة سارة. فاصل وراجعين، خليكم معانا. دائما الوحدة تغير وظيفتها وتتنقل من شغل لشغل، وأول شيء تفكر فيه إيش حألبس. مرحبا فيكم مرة تانية. جاتنا مناسبة هامة وهي من أهم المناسبات في تاريخ السينما، وهي حفل توزيع جوائز الأوسكار 86 في لوس أنجلوس، يكرموا فيها أفضل الأفلام وصانعيها في السنة اللي فاتت. فخلينا نشوف كيف كانت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وحنتكلم فيها بالتفصيل مع المدير الإبداعي ليث عبد الهادي. هلا فيك ليث. هلا فيكم وشكرا لاستضافتكم لي. ولو أكيد. الله يخليك، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم. أكيد. قل لنا ليث، إيش كانت رأيك العام في الإطلالات النجمات لهذه المناسبة؟ الأوسكار بالنسبة لي كان هو كله إلن، إلن دي جينيرس. هي شالت الشو كله كشكل النجمات والنجوم ككل. كان شوية بارد السنة. والله بارد. إيه كان أبيض كثير زيادة عن اللزوم، حتى شكلهم عرايس. أيوة. طب خلينا نشوف بالتفصيل مين عندنا. أول لوك لليوم أنجلين جولي لابسة إلي صعب، إيش رأيك؟ تمام. صراحة كان بالنسبة لي يعني لوك بلا يعني جدا عادي. يمكن واو اللي هو فيه شوية أحمر أو على عنابي، يعني تفرض نفسها على بس يمكن أخذت اللوك الأليجنت والراقي والأنيق. ما في أليجنت وراقي، أحمر ملك الألوان. بس بالنسبة لي أنا إلي صعب خلاص، يعني معروف ينعرف على بعد 5 كيلومتر إن إلي صعب، لأنه هو كالعادة شيفون وترتر وشيفون وبيدز، يعني ما يغير ستايله. بس كثير ناس تحبه، يعني ما تقدر تقول لا. أكيد كثير الناس تحبه والناس أذواق. أنا ما لا بالعكس، لا شك أنه هو وصل العالمية ومصمم عالمي ومحترم وقدير، لكن أنا بالنسبة لي he's repetitive. يعني مكرر. أيوه صح. أشياء أو يعني يعني تنعرف بعض. وحلو الواحد أنه يسوي لنفسه ستايل ينعرف انه هو في هذا. اوكي تشوفي الفستان تقولي هذا اللي صعب. نشوف اللي بعده، عندنا تشارلي سترون لابسه ديور. يا تشارلي سترون قولي، انا كممثله عموما اي دونت لايك، ما احبها. ما احبها، احسها شايفه نفسها. انا عكسك تماما على فكره. لا لا جميله لكن شايفه نفسها، تحسي من الصوره شايفه نفسها. يعني يحق لها، بس معلش يحق لها تشوف نفسها، يحق لها تشوف نفسها على جمالها، بس انه خلاص يعني متكبرة، تحسي بالتكبر هذا والفرعنة على الريد كاربت. بس أوكي خلينا نقول أنا خليني أوافق معاك بهاي النقطة، بس إنه فستانها دفنتلي حلو جميل ستركتشرد، بس إنه كان بعد بإمكانها تختار لون شوية أفخم. طبعا الأسود ملك الألوان بلا شك، بما أني أنا بعد أحب الأسود. بس الشير هذا اللي هو مثل الشيفون، القطعة الشفافة اللي فوق، القطعة الشفافة واللي فوق واللي تحت اللي بينها أقمشة صارت قديمة شوية. إيه صار السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، قدمها غاليانو لما كان ماسك دار ديور. أنا مش من محبين العقود اللي هي السيمبل هاي الكونتمبرري، أو خلينا نقول المودرن شوية. أنا أحب العقود اللي هي مثل هاري وينستون، ستايل خليجي يعني شو. لا لا مش ستايل خليجي، لا ستايل الملوك. أوكي. اللي هو أو فريد ليتن، اللي هي تكون عبية. إن الفستان ممكن يكون سيمبل وفيري
يكون الـ 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 العقد العقد كبير والعكس كذلك. بس هي فستانها قلم والسلسلة قلم مع طابة فكله كله مبين انه ما نو افورت ما في افورت ابدا. طب خلينا نشوف اللي بعد عندها. عندنا كيت هاتسون لابسه فيرزاتشي. الله هذا كان بالنسبة لي هو الهوليوود جلامر. حلو أنا وافقك في رأيك 100%. يعني استرجعت أيام مارلينا ديتريك لما كان العصر الهوليوود الذهبي لما كانوا الممثلات فعلا 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 يدخلوا بالارت ديكو حتى بيريد العشرينات والثلاثينات والاربعينات وشعرها والمكياج كله كان بيرفكت كله كان بيرفكت فروم توب تو بوتوم ما فيها ولا غلطه. القصه رائعه الشكره الشعر البساطه في المكياج ابرزت هذا من جد على قولك يعني لما دخلت تحس انه واو مين هذه ملكه يعني ملكه سرقت الانظار منها والكاميرات عليها. بس انا اقول لو شويه حمار على الشفايف انت في الاحمر في الاحمر حاجة يعني. لان احس ان الظل هي اللون الاحمر يظل من ايام هوليوود القديمه الكلاسيك كلر اللي ما تروح موضته. ايوه فمع هذا الاحمر بعد يمشي. ايوه شوف اللي بعده عندنا كيت بلانشيت لابسه ارماني. هاي كيت بلانشيت غرامي تحبها. احبها احب شكلها لانها تذكرني هي كانها طلعت من القبر من ايام العشرينات وعاشت ايام هوليوود الحاليه اللي احنا فيها. عندها كاريزما وعندها شكل غريب اللي هو يذكرني بممثلات زمان ايام أيه. زمان وبعدها مع ان الفستان از تقريبا نفس السكين تون او لون بشرتها ايوه صح فكانه طالع منها وفيها ايوه بس ملكه مو اي احد يقدر يلبس كذا انه نفس البشره يعني بس هي طالع حلو عليها لانه هي عندها الشيء اللي نسميه الجمال اللي غير معتاد. اللي بعدها عندنا كاري واشنطن لابسه جيسون وول. اها كاري واشنطن بالنسبه لي يعني one of the most يعني من اجمل ممثلات هوليوود وبما انها حامل كلها نظاره أيوة. وهي المره الحامل عموما دائما لما على الريد كاربت حتى لما كانت كاثرين زيتا جونز مره على وشهم سبحان الله سبحان الله يشع يعني. يشع ينور فستانها جميل ولائق فيها كامراه حامل لكن لو كمان مثلا انا اشوفها بباودر بينك أيوة. اشوفها شويه مور اكثر الوان باستيل لان سمارها مع الباستيل يعطي نظاره اكثر. ايوه اللي بعدها عندنا لوبيتا نيونغو لابسه برادا وهذا الفستان على فكره تصمم خصيصا لها. انا بالنسبه لي هي كانت من يعني من اجمل من لبس على الريد كاربت. أيوة. انا معاك في هذا الشيء. شكلها طالعه بريئه براءتها بينت في الريد كاربت. اللون كان رائع اللي هو المنت جرين اظن يسموه او البيستاشيو توزن حتى مش بيستاشيو هو ازرق فاتح. ازرق اي ازرق على منت جرين وقصته خلانا نحس انها هي فعلا الكسبانه بالاوسكار راح تاخذ الاوسكار. أيوه. واثقه من نفسها وهي داخله عارفه حتاخذ الاوسكار وفعلا لما طلعت والقت الكلمه اللي جدا كانت جميله حسيت ان هي كانت لابسه هاي اللبسه لانها عارفه نفسها راح تاخذ الاوسكار. اكسسوارات جميله عجبني كيف الفستان يعني مريح حسيت كده فلوي وبيطير وهي اصلا باين انها مرتاحه لانه داخله على الريد كاربت بتحرك الفستان وبتلف ومبسوطه مره مبسوطه على نفسها ويحق لها تكون مبسوطه على نفسها لانها كانت كيف اقول لك مثل الطفلة مبسوطة جاي مبسوطة ومو مصدقة انها شيز نومينيتد للاوسكار. اللي بعدها عندنا بينالوبي كروز لابسة جيان باتيستا فالي. يعني ما اعرف ايش اقول لان يعني هو ذكرني بايام اليسا لما غنت بدي دوب بالحرام والشرشف على ما يقولون ومربوط من يعني كانه مربوط يعني انربط في السيارة قبل اطلع من الليموزين.
ابدا ما هو يعني ما في شيء ما هو متعوب فيه تحس يعني. مش متعوب فيه وحتى هي اذا تشوفي وجهها ما كانت مرتاحه ابدا ما كانت مرتاحه لا الميك اب كان مريحها لا شكلها كان مرتاح شكلها ممغوصه كله على بعضه اللوك مش ظابط وعجقه عجقه يعني حسيت الفستان لو فيه حركات كثير هي رتبت نفسها يعني شعرها الجولري كان كله مرتب شوفي هو الاكسسوار دائما يكون يلعب دور اخر هو مكمل للمظهر الاساسي بس كمظهر الاساسي اللي هو المهم اللي حيطلع على البيست او ورست دريست ليست يعني لازم الواحد يفكر فيه مليون مرة مش أي شيء يجيبه الستايلست تقول نعم عليه طيب عندنا آخر لوك لليوم اللي هو ليدي غاغا لابسة فيرزاتشي كانت من أجمل ما يكون شكلها حبيت شكلها لأنه يعني هي معروف عنها بالجنون اللبس المجنون أول مرة تطلع شكلها مرتب أول مرة تطلع شكلها مرتب الميك أب حلو سيمبل إليجنت شيك اللون حلو عليها وهي الوش الحين الفيرزاتشي ايه وهي وش ايه وش فيرزاتشي الاد كامبين ما حقهم الشيء الوحيد اللي ما حبيته في اللوك اللي هو الشيفون اللي محطوط على رجلها شرشف هذا الشيء الوحيد اللي ما عجبني لو كثرت من الاساور اللي هي مثلا الارت ديكو لانه اللاينز او الخطوط اللي على الفستان ارت ديكو كانه من المباني القديمه بالعشرينات اللي هي 5 أو 6 وراء بعض يكون يعطي رقي أكثر أيوة. لللوك وما كان في داعي حتى تلبس نكلس أو عقد تلبس شعرها إيش رأيك فيه رائع أيوة. رائع كل اللوك كان جميل بشكل مش طبيعي وفاجأت العالم ليث قل لي دحين إيش أحسن لوك وأسوأ لوك لليوم بالنسبة لي أحلى لوك وأجمل لوك اللي سرق كاميرات المصورين اللي على الريد كاربت كيت هاتسون بالاستثناء ممتاز انا وافقك 100% ولا في شيء غلط ابدا صح. شكرا لتواجدك معنا وشكرا لمعلوماتك الحلوه شكرا لاستضافتي الله يسلمك ثانك يو وصلنا لفقره الموضه لهذا الاسبوع وزي ما عودتكم كل اسبوع بنتعرف على موضه جديده تساعدك على اختيار اجمل طله شوفي معايا شويه نصائح اللي حتساعدك في تنسيق ملابسك بطريقه ناجحه دائما لما تغيري وظيفتك وتروحي شغل جديد اول شيء تفكري فيه ايش حالبس الفيرست امبريشن حقك هو يقول كثير عنك فاليوم حوريكي 3 سيمبل اوتفيتس مره سهله وينفع تلبسيها كذا مره حسب مجالك هذا فستان اول اوتفيت لليوم هو يكون كلاسيكي وتقدري تلبسيه بطريقات مره مختلفه ممكن تحط عليه جاكيت او بليزر ممكن تسيبيه ساده إذا حسيت إنه مرة واسع ممكن أحطه على الحزام خلينا نشوف إيش فيه أحزمه هذا الفستان يليق لو أنت كنت محامية أو كنت مكتبك يكون سيريوس شوية وعندكم كلام كبير واجتماعات ممكن تحطي لها شنطة زي هذه عشان تحطي اللابتوبس والآيباد والجوالات والفايلز والأوراق هذه البليزر حلوة خلينا نشوف إيش ممكن يليق معاها كده عندك الكلاسي وفورمال بس في نفس الوقت شيك ستايل خلينا نشوف آخر أوتفت عندنا اليوم اللي هو مرة كاجوال لو أنت تشتغل في الميديا والأدفرتايزنج يبقى شيء مريح وحلو هذه القطعة حلوة وزي ما تعرفوا الجينز يليق مع كل حاجة فلازم قطعة زي كده تكون في دولابك خلينا نشوف إيش ممكن نلبس معاها
هذا فستان حلو لكن ربكم كذا. شفت هذا الستايلز مور كاجوال، بس خليني نشوف ايش الاكسسوارات اللي ممكن نحطها، يا سلاسل يا حلقان، او ممكن تحطوا لها سكارف، وانتم طبعا غيروا الالوان حسب الالوان اللي انتم تحبوها. زي ما شفتوا اليوم اخترنا 3 اوتفيتس، انت اختاري اللي يناسب مجالك واللي يكون اريح لك، ودائما اختاري الالوان والملابس اللي انت حاسه انها لشخصيتك عشان تكوني واثقه من نفسك. فاصل وراجعين، خليكم معانا. البيت هيدا جزء منكم، ولازم تكونوا حابين اللي انتوا عم تعملوه والمحل اللي انتوا عايشين فيه. اهلا مشاهدينا، كتير يحسبوا اختيار الديكور لبيتك الجديد سهل، بس من تصميم اول غرفة حتعرفي انه مو سهل ابدا، عشان كده اوقات يكون اسهل انك تعيني مصمم الديكور. لنتابع. بننقل من مكان لمكان، وبالذات دائما تغير بيتك وتغير صالونك، ولو جاكي بيبي تغير غرفتك كمان، وتحسي ان الديكور سهل، بس هو ما هو سهل ودائما بيطلع خبيص. اليوم عندنا مصممة الديكور مي الرفيعي عشان تقول لنا ايش اهمية الانتيريور ديزاينرز. هلا مي. اهلين، كيفك؟ الحمد لله بخير. قولي لي مي، كيف ممكن تسهلي علي او زي البنات اللي زيي انه كيف نعمل الديكور في بيوتنا؟ صحيح انه في عالم يعني كتير بتعمل هالموضوع بيمشي الحال ما في مشكلة، بس لما بيجيبوا انتيريور ديزاينر الوضع كتير بيختلف. نحنا قلنا نظرة تانية نطلع فيها على البيت، على المساحات، على كيف هن بيستعملوا كل مكان بالبيت، كيف بيتحركوا بالبيت من غرفة لغرفة، كيف بينتنقلوا من منطقة لمنطقة، شو هي أسهل طريقة لإلهم مشان هن يعيشوا حياتهم اليومية بدون أي يعني اضطرابات. بيسكلي يعني بتدققوا في كل التفاصيل. ايه يعني بنطلع على كل الأشياء، في ناس كتير ما بيشوفوها يعني. نحن بنطلع شوي نظرة بعيدة شوي، هن ما بيشوفوها كتير. فبعد هيك بيجي موضوع الألوان وتنسيق مثلا المقاسات العفش، ولا تنسيق الألوان مع بعض، ولا الإكسسوارات بنحطها مع بعض كيف، ولا إنه هيدا كله بيجي بمرحلة تانية لازم نقعد فيها مع يعني الكلاينت نفسه ونفهم منه هو شو بيحب شو ما بيحب، شو الستايل اللي بيعجبه شو الستايل اللي ما بيعجبه. في ناس بتقلك أنا ما بحب عجقة، ما بحب كتير تفاصيل، ما بحب يكون بيتي مثل المتحف بفوت بلاقي كتير أشياء، ما الناس خايفة تدقر تقعد على السوفا ولا خايفة تتحرك بالبيت. بحب الناس تفوت بتحس حالها مرتاحة، بتحس حالها كأنه ببيتها. طب بما أنك اتنقلتي من أمريكا للسعودية للإمارات، حسيتي في فرق بين الأذواق الخليجية والأجنبية؟ ايه يعني هلا الخليج بحد ذاته له شوي طابع غير باقي البلاد يعني. ونحن يعني بمجالنا لازم نكون نستوعب كل الأذواق يعني، حتى لو حدا شغله بالمرة أنا ما عجبني بس ألوانه ولا طريق ولا الفكرة اللي هو عاطيني إياها لازم استل استوعبها، ولازم أحاول حسنها بحيث إنه هو يكون مبسوط وأنا أكون مبسوطة بالنتيجة كمان، لأنه هيكون يعني شغلي. طيب أوقات نشوف في البيت أو مثلا في الشقة اللي بنغيرها دائما التصميم من جوه نفسه يكون غريب، يعني في ممرات ميتة أو كورنرز ما لها فايدة، إيش ممكن نعملها عشان نزودها حيوية يعني؟ هوني بالإمارات فيها المشكلة شوي، لأنه أولا الناس كتير بتنقل من مكان لمكان، وكله بنايات، وعادة اللاي أوت أو التصميم جوه بالشقة بيكون غريب. نحن لما منفوت على هيدول الشقق بالذات هاي أول شغلة بنطلع فيها، لأنه هاي كتير بتأثر على شكل البيت كله، على شكل الفرش كله، على شكل الديكور كله من جوا. فأنا بتطلع بالذات على هيدي الكورنرز وبحاول لبسها بطريقة معينة أو أدرست يعني بطريقة معينة إنه تكون فايتة، يعني بتصير فايتة بالديكور للشقة، كأنها انتجريتد مع الشقة، كأنه
نحن بدنا اياها تكون بهالطريقه او معموله بهالطريقه. فايه عنا تبس كتير وان شاء الله يعني بدنا نروح على شقه ونعمل ناخذ اكزامبلز امثله من هالاشياء ونورجيكم كيف فينا نغيرها وفينا نحسنها وفينا نخليها تعمل ممتاز. تفوت مع الديكور يعني. اوكي طيب مشاهدينا مي دحين حتروح معنا على الشقه وتورينا تبس مره سهله ممكن انت تعمليها في بيتك وبنفسك وفي وقت مره بسيط. اليوم رح نحكي عن أول تيب عن طريقة كتير سهلة لتغيروا ألوان الخزاين أو الكابينتس بالبيت. الطريقة هاي ما بتاخد وقت كتير وما بتكلف كتير وتغييرها كتير سهل بأي وقت. فيكن تعملوا أي لون وأي ديزاين مثل ما أنتوا شايفين وراي الخزاين لونهم موف فبدنا نغيرهم. الطريقة السهلة إنه بدل ما نشيل الخزاين ونروح نوديهم ليتغيروا لغير لونهم لينصبغوا وبعدين يرجعوا يتركبوا. هاي الطريقة اسمها فويلينج. هاي الطريقة كتير سهلة وسريعة وما بتكلف كتير. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman, travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. التيب الثاني اللي رح نحكي عنها مشكلة بتواجه كتير ناس بالأبارتمنت. كوريدورات بتكون طويلة كتير، فاضية كتير، بيل فيها فوتات وطلعات ما بنعرف كيف نستخدمها. بدنا نستخدم اليوم أو بدنا نعمل طريقة اليوم فيكن تغيروا الكوريدور أو تحسنوه أو تغيروا شكله بيكون بطريقة كتير سهلة وسريعة وبسيطة. فيكن حتى تشتغلوها بالبيت، ما ضروري يعني تجيبوا حدا بروفيشنال ليشتغلها. مثل ما كمان شايفين عنا في اريا هون فايته لجوا، هيدي الاريا ما لها كثير استخدام بالكوريدور، فنحن بدنا نستفيد منها، فبدنا نلونها بلون غامق شوي ليكون ليعطيها اكثر دبث، وبعدين رح نركب فيها شلفز ملونين، فيكم تستخدموا هيدول الشلفز بكثير استخدام او تحطوا عليهم اغراضكم، فنحن رح نحط عليهم اليوم شوز. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa. شغلات كتير صغيرة وبسيطة فيكن انتو تعملوها بالبيت بكل سهولة وبوقت قصير وبدون يعني اي تعب. هيدا الول اللي كنا اكشلي واقفين حده اول ما فتنا كان ابيض وبيل وما عطي شكل للكوريدور. مثل ما انتو شايفين تغير شكل الكوريدور كومبليتلي، الروح كلها تغيرت بالوقت ما واحد بيفوت على البيت، عطى شكل وحياة تانية للبيت كومبليتلي. نفس الشيء الشلفز اللي ركبناهن والرفوف عطوا شكل لهيدا الجزء الميت اللي كان ما له معنى بالبيت. فدايما بحب ذكركن بالاخير انه البيت هيدا جزء منكن ولازم تكونوا حابين اللي انتم عم تعملوه واللي محل اللي انتم عايشين فيه، ولازم يعكس شخصيتكم ويعكس انطباعكم وحياتكم اليوميه. كل سنه تطلع موضه والوان جديده لاظافرك. شوفي معنا آخر الموديلات والتصاميم اللي ممكن تزيني فيها أظافرك عشان تمشي مع الموضة هذه السنة. مثل ما بنعرف هالايام المراه العربيه هي مراه عصريه بتحب تكون حلوه متالقه دائما
كتير مهم تهتم مكياجها وبتهتم طبعا بلبسها. كمان هالايام لازم تهتم بنعومة ايديها باظافرها بالنيل ارت تبعها حتى تكمل اللوك تبعيتها حسب المناسبة اللي هي حتكون موجودة فيها او الايفنت اللي رايح عليه. وحتى النيل ارت هالايام عم بيعبر عن شخصيتها اليومية او العادية. النيل ارت فيك تحطي صورتك، صورة جوزك، عيد زواجكم بتحطوا صورة انتو بتحبوها بتعني لكم، بتحطي عندك عيد ميلاد بنتك بتحطي صورتها، صورة الثيم تبعها، الكاركتر يلي بديه هي وصاحبتها. مثلا عيد الحب حطينا لاف، حطينا قلوب، شيء كتير 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 حلو. وهلأ هيدا الموضة، يعني ما تستغربي انه تكون صورتك بين بتحطي مثلا على ضفيرك الوان وبتحطي صورتك بيناتهم. بدي لكم شيء على السريع مشان تحافظوا عليهم، بدنا نحط التوب كوت ومننشفه مزبوط وبس مثله مثل اي بوليش، ما بينزع الاظافر. وقت اللي بدك تشيليه بتشيليه بالنيل ريموفر مثله مثل اي بوليش بالحقيقه. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لا تنسوا تتواصلوا معنا وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.